مقارب وممتاز للاعب فابريغاس سيس فابريغاس ينهي ادريانو في مرمى خطف الدقيقه 32. الشوط الثاني يعرف تغييرات دخول ليونيل ميسي وضربه جزاء تحتسب للاعب بيدرو ينفذها ميسي بنجاح في الدقيقه 74. بعدها باربع دقائق يعود المارد الارجنتيني من جديد ليحرز هدفا اخر وهو الهدف الثالث بسرعه تنفذ المخالفه ثم بسرعه ايضا يكون في الموقف السليم والموقع السليم ويحرز الهدف في الدقيقه 78. بعدها بالطبع سيتمكن نتيجه الهدف مقابل شيء سيتمكن فريق خطفي من تدليل الفارق بهذا الهدف تسديده من سربيا يحولها اللاعب ماسكرانو في مرماه بالخطا وهذا هو الهدف الوحيد في الدقيقة 81. بعدها سيدخل اللاعب دافيد فيا وكما توقعنا دخول دافيد فيا دخل وأحرز هدفا لغاية الجمال بطريقة فنية يحرز الهدف الرابع لناديه نادي برشلونة.